تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي عملية استدعاء المستفيدين من السكنات الاجتماعية 7000 سكن ببلدية عنابة، هذا وقد كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري أن التحقيقات التي أجرتها لجنة السكن كشفت عن وجود عدد كبير من المواطنين أريدت أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين ولا تتوفر فيهم الشروط القانونية للحصول على سكن اجتماعي، ليكون بذلك عدد الملفات المدروسة حوالي 3000 ملف من بين 7000 المقرر دراستها. عبد الناصر كلال. فيها ناس متواجدين ليسوا مقيمين، متواجدين بالخارج، فيها ناس متوفين منذ زمن طويل، فيها الاستفادات المزدوجة، يخرج الزوج والزوجة تاعو، فيها ناس لا يقتنون بولاية عنابة، فيها ناس لا يقتنون ببلدية عنابة، وبالتالي التصفية جرت على مستوى لجنة الطعون برئاسة السيد الوالي، وحنا رانا ماشيين بنفس السياق اللي مشينا به العام اللي فات تاع لافيشاج، معناتها حي بحي حي بحي، اللي لم تثبت في حقه احترازات اللي ما تخليهش يستفيد من السكن راهو فات القرار. كاين ناس ما عندناش معلومات عليهم، معلومات عليهم ملفاتهم ناقصة ولا، ارتئينا ان نستدعيهم في الاحياء نتاعهم مع المستفيدين، رانا في حوالي 3000 ملف درسناه من 7000. 3000 من 3000 خرجنا دوك حوالي 1200 ناس قرات، كاين اللي راهم في التحقيق مازالوا، وكاين اللي مقصيين. ما نقدرش نعطيك تاع التحقيق لانه ممكن يولي مستفيد وممكن يروح مقصي، ولكن بغيت من خلال قناتكم نبلغ المواطنين باللي مش معناتها اللي قلنا له هات الدوسي راه مقصي ولا يفهم، لا بالعكس هذيك تخدم لصالحه. من عنبه الى